موقع فالسو ده موقع يرصد الاخبار الكاذبه وده دور كل الناس انها تشتغل دلوقتي على الحته دي، كل ما هو كاذب تبين للناس ان هو كاذب. في فالصو جابوا لنا صوره لناس في الارض. ورينا. اهو. بص شوف. طبعا الكلام ده بيذيعوه على انه في مصر او الاخوان بقى مركبين الكلام ده على انه في مصر. لا. هو إيه القصة؟ رصيف في أي حتة في العالم، وواحد يرمي نفسه كده ويعمل الحكاية دي هوب إلحق ده مصر فيها الحاجات دي كلها، وصور قديمة أصلا، وعلى فكرة يعني لو هو بيديله 20 30 دولار في أي بلد في العالم هيعمل له المنظر ده، وشير بقى ودي وابعت على مصر وقول إن مصر فيها وفيها، خلي بالكم الأهم من الخبر هو صحة الخبر، هو التأكد من دقة المعلومة، حضرتك هتستفيد إيه لما تبعت لي كميه الرسائل الصوتيه اللي بتجيلي على الواتساب دي هتستفيد ايه يعني انت بتنقل لي ايه ده غير كده كمان قال ايه منظمه الصحه العالميه مطلعه رسايل آه تبعتها للناس مش عارف يعمل ايه وما تعملش بقى منظمه الصحه العالميه هتوصل الواتساب بتاعك يا جماعه الموضوع خطر والموضوع لا توجد حكومه في العالم تستطيع أن تقول أنها ستحمي مواطنيها إلا إذا كان المواطنين أنفسهم هيحموا أنفسهم. واقع تتعامل معه البشرية جميعا. قلت لكم امبارح ال الأمريكان اللي عندهم غواصات نووية واقفين عاجزين، فرنسيين امبارح خطاب الرئيس الفرنسي ده ما حصلش في تاريخ فرنسا. ست مرات بيقول لهم نحن في حالة حرب. مفيش يعني تهاون وبيتكلم بأسلوب أجريسيف جدا لأول مرة يكون خطاب الرئيس الفرنسي بهذا الشكل حاله صعبه